أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ما شاء الله. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. ما شاء الله. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. ما شاء الله. وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ما شاء الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما شاء الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما شاء الله. إنه سميع عليم. سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحي إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله 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 عليك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. ما شاء الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الله الله الله. ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. الله أكبر. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم.